أنا فرحانة وفخورة اليوم لأننا في المغرب كنمثل جائزة عمار. جائزة عمار هي جائزة لدعم مواهب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واليوم أول مرة في المغرب، وهذه لا 7e ميديسيون ديال جائزة عمار. أنا كنشكر دكتور عمار على هاد الانفيتاسيون، وهذا شرف كبير ليا نمثل المغرب ونمثل المرأة العربية عامة والمرأة المغربية خاصة في لجنة التحكيم. جائزة عمار هذه ليديسيون 7 ديالها، وهذا العام زادوا فيه العالم العربي، والدول اللي شاركت في العالم العربي هي الأردن، مصر، تونس والمغرب، وهي المحطة الأخرى. بعد المرور على محطات عربية مختلفة وصلنا هنا إلى الدار البيضاء في المغرب، منتظرين ومتشوقين المواهب المختلفة من الإعاقات المتعددة، لكن نحن متأكدين من كل اللي شفناه في السابق سنجد ما هو جميل ومختلف ومبهر وملهم في المملكة المغربية إن شاء الله. ولهذا السبب أنا موجود هنا، وشكرا لكم ولوجودكم معنا ودعمكم والتغطية الإعلامية، وتحياتي لكم. السلام. جيت هنا للمدينة الدار البيضاء باش نحضر المقابلة الشخصية مع الطاقم إدارة المواهب ديال جائزة عمار، مشكورين على هذه المبادرة طيبة تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة. أنا كندير الخياطة وتصميم الأزياء، كنخيط للنساء والرجال التقليدي والعصري، كنخيط كاشات، جلالب، قفاطان، كنخيط المحافظ، الكاسكيطات، كنصوب لي ساك. المهم عندي بزاف الحويجات، كنقدر نقلب معير شي حاجه بيدي نصوبها. المهم الصنعه عندي الحمد لله عندي في العقل.